مشاهدينا الكرام، واخيرا الفرح والسرور يعم العائله ديال مروان، وهذا خبر يثلج الصدر صراحه. غادي نشوفوا مجموعه من المعطيات الى توفقت فيها مع مروان. واش ما عرفتش؟ والله ما عرفت. مروان لاباس عليك؟ لاباس. قول لي يا مروان، كيفاش جيت؟ جيت جابني واحد من الطاكسي لعين الشوق، ومن عين الشوق شدي طاكسي اخر لهنا. تبارك الله، زوين، والناس كلها كتشكرك. فين مشيتي غبرتي؟ فين مشيتي؟ كانت تفري تليفون وفلوس باش كنت غنجي. وداك الشيء انت فين كنت باغي تمشي؟ حتى بلاصه كنت مشيت للسوايع ولقيتهم سادين ياك. صافي هبطت، هبطت لتحت، هبطت انا حدا الجرده. صافي هذاك الاستاذ ما قلت لي والو، قلت لي والو. فين كنتي انت؟ فين بتي هاد الايامات؟ فين مشيتي؟ واحد القهوه كاين لتحت كتبقى حاله نار كامل الليل ونهار. ماماك مسكينه رشتيها كانت غادي تحماقه. مروان انت تبارك الله 13 عام وكلشي كيدوي عليك زوين وكتقرا مزيان. الحمد لله والشكر لله، وانا كنشكر كلشي. ما كنت ما توقعتيش بانه ماما كتقلب عليك هكا؟ لا لا، كنت متوقع شويه وصافي. ما سافرتيش؟ بقيتيها في الدار البيضاء؟ علاش ما حاولتيش ترجعوا للدار؟ علاش ما حاولتيش ترجعوا للدار؟ اليوم عاد رجعت وصافي، اليوم عاد رجعت. ما تعاوداش مره اخرى؟ ما نعاوداش مره. كيفاش تجيتي اليوم؟ شكون اللي جابك؟ جابني واحد من الطاكسي، وكان العين الشوق. من عين الشوق شدي الطاكسي عاوتاني لتحت حدا واحد الجرده. انت مع من كنتي انت هاد يومين ولا ثلاث ايام؟ ها بوحدك؟ بوحدي، حدا واحد القهوه. الحمد لله ما تعرضتي لوالو. لا
وهذيك القهوه خلاوك تبات تما عندهم. يمشي لك التليفون ما اش بلاصه في الدار بدا فيك انت؟ والله ما عرفت يلا التحت بعدا ما سولتش انا بلاصه. يعني ما تعاودهاش مره اخرى؟ لا. لا. الكلمه الاخيره اللي بغيت نقول لك هو الاحساس ديالك في العوده ديالك. الاحساس ديالي تولت 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 من جديد ملي شفت مروان تولت انا عاد زدت بوصره اليوم عاد زدت حيتاش ما كناش في داري ما كنجلش وليت كنقول صافي انا غنخوي هاد الدار راجلي غيولي في بلاد وانا غنولي عاد خواتاتي كل وحده برك عندها شويه حيت ما غنبقاش نجلس في دار الحمد لله الله ما بغاش يشتت الشمل ديالي الحمد لله كنشكر الصحافه كاملين اللي صوروا معايا مساكن واللي ضامنوا معايا واللي جاو عندي كنشكرهم كاملين ونشكر المغاربه كاملين. باقي هو ما عاودش ليا هو التليفون واقيلا مشى ليا كوليدي مشى لك التليفون مشى لي التليفون وخاف وما جاش وانا نطلب نخرج للزنقه نسعى ونشري لولدي 10 تليفونات وما يطرش ليا ولدي في شي حاجه. ولدي حبيبي ولدي الله يحفظه ليا والله يحفظ المهمات كاملين لوليداتهم وانايا راه فرحانه بزاف وكنشكر الامن ديال المغرب وكنشكر كلشي اللي تعاون معايا وتضامنوا معايا وانايا راه كتبغى ولدي ما باغا حتى حاجه ما باغا نتم حد ما باغا انا بغيت كندوي باش يعاونوني على ولدي باش يعرفوا لي الخير كل يعني يتبعوا معايا كل حاجه. الهضره تلفت الهضره ما بقاش قادره تخرج الفرحه ديالي تعاود كلشي. انا تولدت اليوم غنكبر بنيتي ان شاء الله غنكبرها والحمد لله والشكر لله ولا اله الا الله. انا اليوم كنصلي وكنطلب الله وكنقول انا استودعت الولد ديالي لله سبحانه وتعالى والعوين من عند بنادم اللي ضامن معايا والدعوات ديال المغاربه. اخو ولدي كتقول اخوك دوي مع اخوك دوي مع حبيبك دوي مع اخوك حبيبك. على سلامتك وشكرا لك مروان. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا كما قلت في السابق هذا امر يتلج الصدر وفي خضم الموضوع غادي نقرب الصوره نشوف الابتسام ديال هذه الاخت اللي هي جاره لها مواصفات خاصه مشات لطنجه تضحي بالغالي والنفيس من اجل البحث عن مروان. مروان رجع احساس ديالك في الموضوع؟ احنا بالفرحه كنبكيو وكنتمنى لخوتنا المغاربه الله يجازيهم بخير والصحافه وكلكم انت خويا يوسف وكل شيء تنشكروكم الشكر الجزيل وكنشكروا الناس ديال طنجه والامن ديال طنجه وشي ناس ما كيعرفوناش ودخلونا وكلونا وشربوا بيتنا عندهم خلينا ولادنا ومشينا نقلبوا على مروان. مروان هو كل شيء بالنسبه لمروان شي حاجه مشات طلعت منا ولدنا وضاع علينا هذا هو اللي كاين. شكرا خويا. مرحبا مشاهدينا الكرام كذلك غادي نشوف الاخت. السلام عليكم. انا فرحانه اليوم اللي رجعت الوليد حيت ولدنا كاملين تنشكر الصحافه تنشكر الناس ديال طنجه اللي مشينا عندهم واستقبلونا الجندارم البوليس الناس جاو عندنا ما تيعرفوناش وداونا وداونا بيتونا عندهم تنشكر الناس كاملين وقفوا معنا والصحافه اللي ولاو يسمعوا الصوت ديالنا من هنا خدام علينا كاملين تنشكر احنا فرحانين وتنشكر يوسف مرحبا بك عندنا تنشكر الناس كاملين اللي تيساندونا هما الاولين تيجيو عندنا لهنا خطيكم الله يجعل ربي يحفظكم والناس ديال طنجه بزاف 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 بالساكنه ديالها بالبوليس ديالها الجندارم المخزنيه ديال اللي تيكونوا في البلايا كلشي وقفوا معنا الله يسهل عليهم لهنا خطيهم والله يحفظكم ولهنا خطينا الصحافه لهنا خطينا الصحافه الله يحفظك. مشاهدينا الكرام اعتقد بانه الصوره واضحه الاسباب والمسببات او بعض الخلاجات الطائشه لا زال طفلا صغيرا الام ديالو في الاخير تمكنت انه الابن ديالها رجع لها وهذا شيء يثلج الصدر. مشاهدينا الكرام المغاربه مشكورين بكاو في هذا الموضوع عانوا ضحاو بشكل كبير مع هاد الناس من اجل الرجوع ديال مروان للعائله ديالو وهذا صراحه شيء جد جد ايجابي. الفرح والسرور يعم العائله. مشاهدينا الكرام الفضل كامل كيبقى صحافه الفضل كامل الفضل كامل لا نديرو اللي نديرو الفضل كله كل ما كان الصحافه الصوت ما غيتسمعش ولكن بفضلهم وفضل يوسف فضل القنوات كاملين ان صوته توصل. الشكر الجزيل لجل المنابر الاعلاميه كل من ضحى بالغالي والنفيس من اجل رفع الصوت
ديال العائله انه ورث عليهم الابن ديالهم. وبالاخص السي رشيد واخلاص الناس اللي جاو الدوله ما تيعرفوناش وجاو الدوله من المحطه بيشونا عندهم مغاربه كرماء فيهم الخير.